أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك هجرة أبدان في عصرنا هذا؟ وإذا أراد أحد أن يهاجر وهو يسكن في بلاد الكفار فإلى أين يهاجر؟ هذا اللي قلنا، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي بحسب الاستطاعة، هي بحسب الاستطاعة. إذا كان لا يستطيع فإنه معذور، لكن بشرط أن يتمسك بدينه، والهجرة إلى بلاد المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.